بسم الله الرحمن الرحيم. شركة أرا جروب منتجات مسألة الدواجن. لو بتتابعونا من على اليوتيوب أو ما تتفرجوا على الفيديو اشتركوا معانا في القناة، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك وشير للفيديو، اتفرجوا على الفيديو من على الفيس، اشتركوا معانا في قناة أرا جروب على اليوتيوب. هنتكلم النهاردة عن الخلايا وطريقة تطهير الخلايا بالطريقة الصحيحة، يعني وأقول لكم شوية معلومات مفيدة عن الخلايا وعن التبريد. قبل ما نتكلم نقول نبذة تعليمية بسيطة كده. النهاردة درجات الحرارة من عمر يوم حتى نهاية الدورة، طبعا بنستقبل على 33 34 كل أسبوع بننزل درجتين، يعني مثلا بدأنا ب 34 33 يبقى 31 32 وكل أسبوع بننزل درجتين لحد ما نوصل يعني 26 27 كويس جدا للفراخ. فوق كده طبعا فوق ال 34 او فوق ال 28 29 30 هتعمل مشاكل كبيره للفراخ. نيجي بقى نتكلم عن موضوع النهارده، وهو ازاي اطهر خلايا التبريد. في ناس كتير جدا جدا شغاله ما يعرفش ازاي الطريقه الصحيحه لتطهير خلايا التبريد. اي خلايا تبريد بيبقى فيها فتحات، اللي هي الايه الفتحات دي؟ الفتحات دي بالنسبه لشغل العنابر بتبقى حاجه اسمها 7 مللي. يمكن اول برضه ناس اول مره ناس تعرف في المعلومه دي. وبالنسبه للمكيف الصحراوي يبقى 5 مللي. فتحاته ضيقه شويه. بيطلع طبعا هواء ساقع اكتر. وطبعا اغلى. المتر المكعب بتاعه بيزيد حوالي 1200 جنيه 1300 جنيه عن الورق ده. خلينا في الورق بتاع خلايا التبريد اللي هو ده. الطريقة الصحيحة إن أنا أطهر ورق ده، يعني إيه أطهره؟ أطهره ميكروبات؟ لأ. الورق دوت مع الاستخدام الفتحات دي بتتكتم. الفتحات دي بت إيه؟ بتتكتم. فالهواء اللي هيعدي منها هيبقى قليل، إذا كانت المفروض هي إنها تعدي هواء مثلا بنسبة 100% بعد دورة 2 هبص ألاقي الفتحات دي اتكتمت، وخصوصا بقى لو حد شغال مية معين، تمام؟ والمية المعين دي بيبقى فيها نسبة أملاح زيادة، هتبص هتلاقي الورق ده كله ملح مكتوم، ما بيعديش هواء الناحية التانية خالص. فبيقلل من جودة يعني إيه؟ من قوة الشفاطات، تمام؟ فنعمل إيه؟ أنا بقى هقول لكم على الطريقة الصحيحة إن أنا أنظف الخلايا، تمام؟ وطبعًا غير مكلفة بالمرة، طريقة بسيطة جدًا وغير مكلفة بالمرة. كلنا طبعا عارفين حامض النيتريك. انا هعمل لكم ورقة اهي. كلنا طبعا عارفين حامض الايه؟ النيتريك. تمام؟ حد هيسألني يقول لي ايه حامض النيتريك دوت؟ اقول له حامض النيتريك دوت اللي هو مية النار. مية الايه؟ النار. موجود عند اي حد بتاع بطاريات. ازازة ببلاش، رخيصة جدا. تمام؟ هجيب حامض النيتريك، اجيب منه طبعا كل واحد على حسب يعني ايه، يعني مزرعه كبيره اجيب 10 لتر حامض نيتريك واحطهم على التانك فيه 200 لتر ميه، تمام؟ وبعد كده هشغل الايه؟ هشغل الخلايا وفيها ايه؟ ال 10 لتر حامض نيتريك او 8 لتر كويس برضو على ال 200 250 لتر ميه، تمام؟ وهشغله دورتين على الخلايا. دورتين على ايه؟ على الخلايا. دورتين يعني ايه دورتين؟ مش دورتين يعني 60، يعني مش دورتين فراخ، لا دورتين ميه، يعني ايه؟ الميه كلها يعني ايه نص ساعة ولا حاجة الميه تطلع في الخلايا وتنزل كل الايه؟ الأملاح والشوائب اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الخلايا، مش دورتين فراخ، يعني حد يفتكر دورتين فراخ 60 سوري 40 يوم ولا دورة 40 يوم ولا حاجة، لا احنا بنشغله دورة ميه، يعني الميه دي تطلع وتنزل مرتين في الخلايا لحد ما نظف الايه؟ الخلايا دي. طيب ملحوظه، لازم بعد ما استخدم اللي هو الهاند نيتريك اللي ميه النار دوت، لازم اصفي الميه خالص واحط ميه نظيفه مره واتنين. ليه؟ علشان حمض الكبريتيك ده بياكل الايه؟ ممكن ياكل الصاج، ممكن ياكل الصاج مع الشغل يعني، فلازم ايه؟ انضف المجاري
والورق بالايه؟ بميه عاديه. تمام، دي اول حاجه اهو عملناها اللي هو حمض النيتريك 200 لتر ميه على 10 لتر. حد عنده بقى حته خليه صغيره كده، متر في متر، متر ونص في متر، متر ونص في 3، يعني لتر ولا حاجه اشتغل بيه، هيظبط معاه الدنيا وهيظبط الورق بتاعي وخلي الفتحات كويسه اكنها جديده. تمام، بعمل ايه طيب؟ هقول لكم بقى بنعمل ايه تاني. تاني حاجه بنعملها، اي حد بيطري تمام، في حاجه اسمها كبريتات النحاس، كبريتات النحاس تمام، بنحط 2 كيلو في خزان التبريد من اول الدوره. طبعا هي بتركن في التانك تحت، وطول ما هي شغاله بتقل، كل ما احس انها قلت اعمل ايه؟ احط لها نص كيلو، ازود ربع كيلو، ازود كيلو. طول ما كبريتات النحاس موجوده مش هيبقى فيه اي شوائب، والورق بتاعنا هيضل نضيف اول باول. تمام، طبعا المعلومات دي طبعا ممكن بعضكم يعرفها او ممكن بعضكم ما يعرفش المعلومات ديت. المهم ان احنا بنحاول نوصل لكم المعلومه ببساطه. تمام، قلنا ميه النار من عند اي حد بتاع بطاريات، كبريتات النحاس ممكن تلاقوها عند العطارين، ممكن تلاقوها عند اي دكتور بيطري موجوده عند البيطريين بصفه مستمره، رخيصه جدا على فكره، جدا جدا تتباع بالشكاره تقريبا. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، تشتركوا معانا في القناه. طبعا احنا الحمد لله بقى لنا مده اهو بننزل كل يوم 2 لـ3 فيديو، بننزل فيهم معلومات قيمة، وان شاء الله بنوعدكم ان احنا يعني هنطور شوية من القناة، وهيبقى في ناس تانية بإذن الله معانا دكاترة بيطريين هيشرحوا شروحات برضو، ومهندسين زراعيين ان شاء الله بإذن الله. الفيديو الجاي ان شاء الله انا بجهز فيه، ويعتبر جاهز اهو، هنتكلم فيه عن تركيبات الأعلاف البادي والنامي والناهي بطريقة علمية معمولة من دكتور محترم، وهننزل لكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو.